اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من كل يوم في رمضان على تيم تي في. اسمحوا لنا نتابع فيها كل اللي بيهم حضراتكم، اللي بيهم المصريين في بلدهم. واسمحوا لنا نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده باخبار بلدنا. خلونا نبتدي باخر تطورات حادث طياره مصر للطيران. طبعا نيابه امن الدوله العليا امرت بتفريغ الصندوق الاسود الثاني للطياره المصريه، طياره مصر للطيران، واللي فيه مسجل بيانات الطياره. الصندوق ده تم العثور عليه النهاردة الفجر بواسطة السفينة اللي مصر أجرتها للمشاركة في أعمال البحث عن الطيارة اللي سقطت الشهر اللي فات في البحر المتوسط وقت عودتها من مطار شارل دي جول في فرنسا للقاهرة. مصادر قضائية قالت أن النيابة أرسلت الصندوقين الأسودين للطيارة المصرية اللي تم العثور عليهم للجنة التحقيق المصرية المختصة بالتحقيق علشان يفرغوا المحتويات وكمان يكتبوا تقرير بخصوص اللحظات الأخيرة والمحادثات الصوتية في كابينة قيادة الطيارة، كمان علشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط وإيه اللي أدى لسقوط الطيارة. النيابة كمان طلبت إعداد تقرير عن حالة الصندوقين الأسودين للطيارة والمدة اللي هتاخدها اللجنة المختصة لتفريغ محتوياتهم علشان تعرف سبب سقوط الطيارة. طيب، على هذا الخبر بينضم لي السيد اللواء طيار جاد الكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا. سيادة اللواء أهلا وسهلا بك، مشرفني بكل تأكيد. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني وصلنا للصندوقين الأسودين وبالأخص اللي فيه مسجل كابينة الطيارة، إيه معناه يا فندم النهاردة؟ هو طبعا حضرتك يعني حادث الطيران بتاع الطائرة المصرية المنكوبة كان من انواع الحوادث اللي بيحيطها او بيكتنفها الغموض، لانها الحادثه طبعا كان في بدايتها ما فيش شهود احياء على الطياره عشان يقولوا حصل ايه، ما فيش شهود في مكان سقوط الطياره شافوها وقعت ازاي، ما فيش حتى محادثات صريحه بين قائد الطائره وابراج المراقبه، فطبعا كانت تكتنفها الغموض، وبالتالي كان لابد من وجود ادله وبراهين تقود الى السبب الحقيقي لسقوط الطياره. اهم سببين او هما مفتاح حل اللغز هما الصندوقين الاسودين. فطبعا كون ان هما يلاقوا الصندوقين امبارح والنهارده فدي طبعا يعني حاجه مهمه جدا على طريق الوصول الى الحقيقه. الصندوقين الاسودين امبارح ده سجل خاص بالمسجل المحادثات، وده بيسجل اي محادثات بتدور داخل قمرة القياده، مش محادثات بس، اي اصوات داخل قمرة القيادة بتتسجل على هذا المسجل، حتى لو اي اصوات، حتى لو محادثات بين الكابينة وخارجها. الصندوق الثاني ده صندوق معلومات الطيران، وده بيقول يعني كل معلومات عن الطيارة من اتجاهاتها، ارتفاعاتها، سرعتها، معدلات صعود، الدورات والسيستمز اللي جواها، يعني الصندوقين دولت. ولكن الاكثر اهميه يا فندم هو اللي فيه تسجيل للصوت في كابينه القياده القمرة. لا والله الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين مهمين جدا، لان طبعا المعلومات عن حاله الطياره او اخر موقف للطياره لغايه ما سقطت طبعا دي حاجه مهمه جدا بتبين ايه اللي حصل. طيب الصندوقين يا فندم تم العثور عليهم بس يعني كان في تكسير وفي تحطيم شديد من اثر السقوط، هل من الممكن هيكون في صعوبة في إخراج التسجيلات الصوتية، معرفة اللي حصل، ولا هيكون بسهولة والصندوقين مخصصين لكده أو مجهزين لكده؟ والله يا فندم هي بيانات اللجنة بتقول إن حالات الصندوقين، بس الهيكل بتاع الصندوق في حالة تحطم أو مهشم، إنما وحدات الذاكرة تبدو سليمة. يعني بيان اللجنة بيقول إن حالة الجزء اللي هو الخاص بالتحليل ان هو سليم، يبدو سليم. فطبعا اذا راح على الجهاز اللي هو موجود في معمل الخاص باداره التحليل للحوادث المركزيه في وزاره الطيران المدني وكان سليم يبقى هيتقري بسهوله. ما كانش سليم طبعا هيحاولوا تقنيا يحاولوا ان هم يقروه، او اذا كان ممكن الاستعانه بامكانيات اكبر او قدرات تكنولوجيه اكبر في اي بلد محايد. وتتوقع الوقت اللي ممكن ياخدوه او اللجنه المختصه ممكن تاخده يا فندم علشان تفريغ المحتويات الخاصه بالصندوقين قد ايه؟ والله ما لهاش وقت حسب اللجنه، لكن ممكن تستغرق اسابيع قليله. يعني هو النائب العام النهارده يعني استفسر من اللجنه او طلب منهم طلب مباشر معرفه ايه الوقت المحدد لان هم هياخدوه علشان يعرفوا ايه اللي حصل في الصندوقين.
اعتقد انهم مش هيقدروا يقولوا ده الا بعد ما يحطوا وحدات الذاكره او الميموري على الاجهزه الخاصه بقراءه الصناديق. وبعد في الحاله دي طبعا اذا كانت سليمه وما فيهاش مشكله هيقدروا طبعا يحددوا الوقت. اما اذا كانوا يعني فيهم بعض التلفيات او كده فطبعا هيتغير الوقت اللي يدوه ده. طيب الصندوقين ممكن يتم قراءتهم هنا ولا ممكن تسافر بره ولا ممكن الاستعانه بخبراء من الخارج يجوا هنا ويقروهم؟ والله يا فندم كل شيء وارد، لكن هو لو حالتهم سليمه طبعا ممكن قراءتهم هنا. الاجهزه اللي موجوده في مصر اجهزه على كفاءه عاليه جدا. الخبراء اللي موجودين المصريين اللي تبع اداره تحليل الحوادث وتبع لجنه التحقيق طبعا في نفس الوقت طبعا ناس خبراء وفنيين جدا وحرفيين ويقدروا يقروا هذه الوحدات. اذا كان بقى فيها بعض التلفيات وتحتاج الى خبرات اعلى او كده ممكن الاستعانه بها سواء في مصر او سواء خارج مصر، لكن هو كله اتمنى عدم تسفيرهم للخارج ويجي الخبراء من الخارج يعني يجوا عندنا مصر ويشوفوه يعني تحت اشراف طبعا اللجنه الخاصه بالطيار ان شاء الله. دي امنيات شخصيه طبعا. السيد اللواء طيار جاد الكريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا، جزيل الشكر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا كمان.